مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح في بغداد وعدد آخر من المحافظات، أثبتت المرجعية الدينية في النجف أنها صمام أمان للعراق، حيث أعربت في خطبتها الأخيرة عن أسفها لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى خلال صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، بتزامن مع حرق ونهب العديد من الممتلكات العامة والخاصة، وشددت على ضرورة منع البلد من الانزلاق إلى مهاوي الاقتتال الداخلي والفوضى والخراب. شهدنا في هذا الأسبوع اصطدامات جديدة مؤلمة ومؤسفة بين الأحبة المتظاهرين والمعتصمين وبين رجال الأمن وغيرهم، وقد أسفرت عن سفك مزيد من الدماء البريئة. ومن الضروري العمل على منع إراقة المزيد منها وعدم السماح أبداً بانزلاق البلد إلى مهاوي الاقتتال الداخلي. مرجعية النجف ومنذ انطلاق التظاهرات في مطلع تشرين الأول تؤكد حرمة الدم العراقي من خلال مطالبتها بعدم التعرض للمتظاهرين السلميين وعدم الزج بالقوات القتالية بأي من عناوينها في التعامل مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية خشية الانجرار إلى مزيد من العنف. إن المرجعية الدينية تجدد التأكيد على موقفها المعروف من إدانة التعرض للمتظاهرين السلميين، وتشدد على الجهات المعنية بعدم الزج بالقوات القتالية بأي من عناوينها في التعامل مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية خشية الانجرار إلى مزيد من العنف. الوقوف مع الشعب بكل خياراته، هذا ما جسدته المرجعية في بيانها الأخير، حيث بيّنت أن الإصلاح ضرورة حتمية، وكل ما يتعين إجراؤه بشأنه موكول للشعب بكل أطيافه وألوانه من أقصى البلد إلى أقصاه، رافضة مصادرة إرادة العراقيين وفرض أي رأي عليهم من قبل أي شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين أو أي طرف إقليمي أو دولي. على أن الإصلاح وإن كان ضرورة حتمية كما جرى الحديث عنه أكثر من مرة، إلا أن ما يلزم من الإصلاح ويتعين إجراؤه بهذا الصدد موكول أيضا إلى اختيار الشعب العراقي بكل أطيافه وألوانه من أقصى البلد إلى أقصاه، وليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين أو أي طرف إقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك ويفرض رأيه عليهم. مراقبون للشأن العراقي رأوا أن خطاب المرجعية الأخير قطع دابر التدخلات الخارجية ومنح الشعب حرية اختيار من يراه قادرا على المضي بالبلد إلى بر الأمان.